الميكانيزم اللي احنا بنشتغل بيه هو اول حاجه ان بنبتدي ان اصمم اللبس، ونورهان شركتي بتصمم الاكسسوارز، ونبتدي ان احنا نروح نوريهم هو ده التصميم اللي احنا عايزين ننفذه، ونتناقش في نوعيه القماش، مثلا عايزين نجيب ده ولا نجيب ده. ليه بقى؟ لان هم عندهم خبره كافيه جدا كايدي عامله كخياطين. هم في السجن لما دخلوا اخدوا دورات تدريبيه على الخياطه، ازاي يخيطوا وازاي يفصلوا، وكانوا بيطلعوا منتجات. فاحنا بنستغل خبرتهم دي من خلال ان احنا نتناقش معاهم في الاقمشه ونجيبها، ويبتدوا هم يصنعوا الديزاين اللي احنا عاملينه سواء من الاكسسوارز او من اللبس. نفسنا ان احنا عدد الستات اللي معانا يكتر عن كده بكتير، نفسنا ان احنا نقدر ندخل جوه السجن نفسه ويبقى ما عندنا نقدر نخرج ناس من جوه بعدد اكبر، عشان مش عشان فكره نخرجهم بس، على فكره ان هم يكونوا هم فعلا القوى العامله بتاعتنا اللي معتمدين عليها اعتماد كامل. نفسنا طبعا البراند يوصل يبقى براند عالمي، كل اللي معانا على الاقل بيقدروا دلوقتي ان اولادهم يقولوا لاصحابهم او بيتكلموا عن الموضوع ان هم عاملات في براند، ان هم شغالين في مصنع او ان هم بيشتغلوا في براند، ان ماما عملت قطعه لبستها الفنانه الفلانيه او البلوجر الفلانيه. خصوصا ان السوشيال ميديا سهلت ان الناس كلها بقت عارفه بعض دلوقتي، وان هم اولادهم كمان معانا على السوشيال ميديا.